عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناه مني اليك سيداتي، كانال سماحي. اليوم جبت لكم وصفه ديال الطنجيه في الكوكوت. بما اننا في الدول الاوروبيه الطنجيه ما عندناش الفرنات شي باش نديروها بالطريقه العاديه، يعني الطريقه التقليديه، راكم عارفين الطنجيه خاصها الفرناشي. بما اننا في الدول الاوروبيه ولا في الدول خارج المغرب ما تتوفرش لينا هاد الفرناشي، ما تيكونش عندنا، درت انا طنجيه بطريقه ديال الكوكوت. نبداو على بركه الله. المقادير عندي هنا 2 كيلو ديال اللحم، عندي 2 كيلو اللحم، يعني تختاروا البلاصه اللي تتكون تطيب، يعني الملاج، يعني العنقره، البلاصه اللي ما تتشدش الطياب. المهم عندنا نرجع المقادير 2 كيلو ديال اللحم هذا الغنمي، عندنا معلقه كبيره ديال الكمون، عندنا كركوبه ديال الثومه خليت نصها بالقشره ونصها قطعتها اطراف، عندي معلقه صغيره ديال السمن، سمن حار يعني حايل، تقدروا على حسب كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي تيبغي السمن كثر، كاين اللي تيسبل، يعني تقدروا ديروا حتى معلقه كبيره ديال السمن. انا راجلي ما تيبغيش بزاف السمن، تندير غير معلقه صغيره. عندنا نص كاس ديال الزيت البلديه، تقدروا تعوضوه نص بلدي ونص رومي، انا تنطيب بالزيت البلديه. عندنا كاس ديال الماء فيه 1 غرام ديال الزعفران شعره، ها هو طالق خليته يطلق، وعندي واحد الحامضه مصيره، هذا الحامض مصوبه على يدي، حتى من بعد ان شاء الله وندير لكم الطريقه ديالو. وبطبيعه الحال عندنا قريصه الملحه تبقى على حسب، خاصكم ديروا بعين الاعتبار، السمن مالح، الحامض مصير مالح، يعني الا درتو ديروا بالقياس. هذه من ناحيه. دابا ندوزو الطريقه هي ناخذ الكوكوت، نحطوا اللحم كامل، نصبوا اللحم، نديروا اللحم في الكوكوت، نديروا ليهم الكمون، نكبوا هاد المعلقه ديال السمن، معلقه ديال السمن، معلقه ديال الكمون، هاد الطرفه ديال الثومه، هادو غنخليهم حتى الاخر، السمن غندير نص المقدار ديال الزعفران ديال الكاس، نص كاس باش نخلط بين المقادير. غندير فص ديال الحامض، نص ديال الحامضه، ناخذ اللب ديالها غنحطو هو اللي غنحيدو، وهاد القشره غنحيدها من بعد، اللب ديالها هو اللي غنديرو دابا. غندير كيف ما قلت لكم نص كاس ديال زيت العود، غنمرغدو جميع العناصر في هاد العطريه باش ياخذوا، وغنخليوهم واحد ساعه المكانه. هو اللحم كل ما خليتيه مده كل ما يشرب المعطريه، نخليه واحد ساعه المكانه ونرجع لكم بما تدوز هذيك ساعة المقانة، ورجع لكم البنات. البنات دازت واحد ساعة المقانة، كل ما خليتو كتر مدة كتر كل ما كان حسن. المهم دازت واحد ساعة المقانة، ودابا غنضيفو جميع العناصر الأخرانية. شنو هي العناصر؟ هاد التومة هكاك غنديرها في الكوكوت، تندير انا العظومه ديال التمر، انا في اللحم بصفه عامه كندير واحد العظومه ديال التمر باش كتسهل، وغندير هاد ديال الحامض، القشره ديال الحامض، قلت لكم اللب راه درته هو الاول، وهاد الكاس ديال الماء اللي فيه الزعفران شعره، غندير
هو وقريصه الملحه. انا ما غاديش ندير الملحه على حسب، حيت انا عارفه الملحه، عارفه الحامض انا دايره هو ودايره فيه الملحه بالزيت، عارفه بزيد والسمن عندي حتى هو مالح. فانا اللي غنخلي كلشي، ما غاديش ندير الملحه حتى الاخر، وغندوقه. دابا غنسد عليه وغنشعل عليه الكوكو، غنشعل عليه البوطه وغنخليه، غنشعل عليه البوطه، غنجهد العافيه. غير غتصفر، غتصفر الكوكوت وغنقص عليها العافيه مهيله 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 ساعه المقانه، ومن بعد غنحلو ونتلاقاو. دابا غنشهد عليها بما تشد الغليه. ها هي جهدت عليها، جعلت عليها بما تشد الغليه طفيتها. غنخليها بما تشعل، كيف ما قلت لكم البنات غتشد الغليه وغنقص عليها المينيموم العافيه مهيله على 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 اش يقولوا لها، علاش على على تكون ملاحبه رقيقه رقيقه العافيه. كل ما كانت مهيله كل ما احسن، حيتاش ما فيه فيها واحد كويس الماء. لا شفتوا كاس ديال اتاي صغير، ماشي ديال العنبه، داك راه كاس ديال اتاي عامر ما هو اللي غطيب فيه الكوكوت، هو اللحم اللي غطيب فيه مده ساعه المقانه. ونتلاقاو البنات، يلا تنتلاقاو من بعد ان شاء الله. البنات حنا نشوفوا دابا الكوكوت طفيت عليها، نشوفوا اللحم ديالنا كيفاش وجد، واش طاب ولا لا. درت له ساعه وربع، تبارك الله زبده منه، زبده تبارك الله. دابا البنات نتلاقاو في صحن التقديم. البنات ها هو الطبق ديالنا، طنجيه في الكوكوت. نتمنى تجربوا هاد الوصفه، ولا عجبتكم ديروا جيم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الجديد. دمتم في رعايه الله والى الملتقى. قبل ما ننسى البنات، تقدروا ترافقوا بشويه الكمون ومليحه على حسب الذوق. بالصحه والراحه.